طال عمرك حنا جينا هنا نصيد بالبنادق وكان فيها سراب طيور. أنا كنت واقف هنا بالضبط وسهيل كان جنبي هنا وظافر كان جنبه هنا، لكن عابد كان هناك في مواجهة سرحان الله يرحمه. طيب وبعدين؟ شوف شوف يا ظافر، أبا صيد طيرين بطلقة واحدة. يا أخي لا تسوي فيها قناص، الله يرحم والديك. اضحك اضحك على كيفك. أنا بصيد من هالاتجاه من هنا، ترى ما في هنا إلا النخل. انعميت أنت على أساس أنت الحين الصوت. طيب ما كان بهالاتجاه شيء فعلا؟ لا طال عمرك صح، الأسراب كانت تجي من هالاتجاه، لكن عابد مثل ما قلت لك كان واقف هنا. طيب وأخذ بنصيحتك؟ أقول أتجي تفلسف علينا أنت أساس أنت الحين صد شيء؟ الحين ما صد شيء، خليني بس بروح أتصيد أنا من هالاتجاه يصير خير. ترى ما أنت بلاقي هنا إلا الجراد، شو وضعك أنت؟ بس هذا نظام عابد، خالف تعرف من عرفنا. يعني أنت تقصد شيء معين؟ لا لا ما قصدت كذا طال عمرك، لكن عابد الله يرحمه كان يحب يخالف. وبعدين؟ وفجأة وحنا كنا مشغولين نتابع أسراب الطيور مثل ما قلت لك، أنا كنت واقف هنا وظافر كان جنبي وسهيل كان بهذا الاتجاه، فجأة سمعنا صوت طلقته وعقبها سمعنا صرخة. طيب أنت وش دراك إنه طلقته هو؟ هي طال عمرك متأكد في هذا الوقت حنا قاعدين بس نراقب وما حد أطلق غيره، فجأة سمعنا صرخة سرحان. كمل كمل بعدين. التفت له كذا وقلت له وش الصرخة؟ يا ويلي ذبحت الرجال. من هو؟ ايش سويت انت؟ ها امشي امشي امشي. وركضتوا؟ ايه طال عمرك ايه ركضنا ركضنا لين وصلنا هنا. وكان الرجال الله يرحمه هنا بالضبط. الرجال الله يرحمه كان هنا فعلا بالضبط. هالمرة يا تميم أنت قلت الصدق، لكن أسألك من اللي وصل الأول؟ ظافر. ظافر طال عمرك هو اللي وصل الأول. طيب وبعدين؟ أبد، أول ما وصلنا لقينا الرجال منتي الله يرحمه، وكان عابد جالس عند راسه كان يصيح ويقول أنا اللي ذبحته أنا اللي ذبحته يا ويلي يا ويلي. هد هد يا عابد لا تخاف لا تخاف يا عيال، خلنا نلحق عليه يمكن باقي حي. يا ابن حلال ذلك مات مات الرجال. طيب وش نسوي؟ ما فيها كلام، لازم نبلغ الشرطة. لا وش اللي لا؟ وش تبينا نسوي أجل؟ أجل تبيه مقصوني؟ لا يا عابد ما فيها قص ولا شيء، هذا قتل بالغلط والتحقيقات بتثبت ذا الشيء. يا شباب أنا من رأيي إن إحنا نهج، ليش نورط نفسنا بمشكلة ما لأمها داعي؟ نهج؟ استهبل يا سهيل، تبينا ننحاش وما نتحمل المسؤولية؟ أنت قلت كذا؟ هي طال عمرك إيه؟ أنا ما أقبل إن دم الرجال يروح هدر. طيب يا تميم دام لك ضمير حي وصاحي ليش ما جيت بلغت من بدري؟ وش تقول انت خبل؟ انا صوبت الجهه الثانيه، ما في احد صوب الجهه ذي الا انت.
يا جماعة الخير أنا ما بينقص. يا جماعة خلونا من اتهامات، وش بنسوي الحين؟ الرجال بيموت.